قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. حياكم الله إخواني أخواتي أبنائي بنياتي في حلقة جديدة من برنامجكم الميسر في التلاوة. مقارنة التلاوة لهذا اليوم بإذن الله تعالى سورة الزمر من الآية 53 إلى الآية 61. تابعوا معنا على الشاشة أو افتحوا المصاحف لمن عنده مصحف، وإن شاء الله بعدها نستقبل تلاواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم إنما مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إلى هنا إلى الآية 61. طيب نستقبل أول مشاركة من العراق مع الشيخ إلياس. تفضل شيخ إلياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا حبيبي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة
طيب أن تقول نفس، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وأن تقول أو تقول لو أن الله هداني، لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله فيك شيخ الياس ونفع الله بك. طيب ننتقل للأردن، ننتقل للأردن مع فاطمة. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لا تقلقل الراء يا فاطمة. واستكبرت، لا تقلقل الراء. واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله فيك يا فاطمة. ننتقل لعائشة. تفضلي عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. ننتقل الآن ليوسف من السعودية. يوسف وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخا. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه عندنا هنا المد مقدار حركتين، جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم بكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. لا أعد يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين،
أو تقول لو أن أو ت... أو الله أو هداني حركة لكنت، اللام، نعم، حركة اللام في تقول. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم أليس مسودة. وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله فيك يا شيخ يوسف ونفع الله بك. طيب ننتقل لمازن، تفضل يا مازن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك، تفضل يا شيخ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله أيوة. هداني لكم حركة أو تقول لو أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا، عندك سكون على الواو، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب ننتقل لأبو ماريا من العراق، تفضل يا شيخ أبو ماريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون بارك الله فيك ونفع الله بك جزاك الله خير طيب ننتقل الآن سريلانكا صفي تفضل يا صفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب طيب. أجل يا صفي أعد قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لا تقلقل السين يا صفي وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
أنني كرة كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله وينجي الله ترقق اللام في لفظ الجلالة إذا سبقت بكسر وينجي الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. طيب هنا يا شيخ صفي مد واجب واجب متصل لا يمسهم السوء مده لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني تمد أربع حركات توسط. جزاك الله خير ونفع الله بك. طيب ننتقل الآن لألمانيا عندنا لارين عبد الله تفضلي يا لارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا لا تقنطوا مش تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله. أعيد يا لارين أعيد مرة أخرى. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو أن لي كرة فأكون أكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. مثوى للمتكبرين في تنوين. مثوى للمتكبرين مثوى للمتكبرين. وينجي الله وينجي الله رقق اللام. ينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم ولا يمسهم السوء. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء
بمفازتهم. مفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. طيب جزاك الله خير ونفع الله بك. طيب محمد القشاوي من مصر، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأن تقول نفس يا حسرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على وجوههم كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. طيب بارك الله فيك محمد ونفع الله بك، تفضل يا معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. طيب بارك الله فيك معاذ ونفع الله بك. طيب ناخذ عبد الله، تفضل يا عبد الله.
من مصر عبد القشاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنتم لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله ونفع الله بك. انتقل معاذ، تفضل يا معاذ. لا ما اشي اسم أنس، أنس البربري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأنتم يا أنس، وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مسوى للمتكبرين.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك يا شيخ أنس ونفع الله بك. طيب ننتقل لمحمود مصطفى من مصر، تفضل يا محمود. محمود تفضل. طيب حمزة من مصر، حمزة تسمعني يا حمزة؟ ايه تفضل يا حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لعبادي مفازتهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا الغفور الرحيم. وإن بو إلى بكم وأسلموا لهم قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. جزاك الله خير شيخ حمزة، نفع الله بك وحفظك الله. طيب ننتقل لسلمى أحمد من مصر، تفضل يا سلمى. سلمى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. سلمى سلمى أغلق التلفزيون، اسمعيني من سماعة الجوال أو الهاتف. طيب يلا تفضلي تفضلي يا سلمى. قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنبي في جنب الله وإن كنت لمن الخاص الساخرين. أيوة. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وأن طيب جزاك الله خير يا سلمى ونفع الله بك.
طيب ننتقل لشاهد توفيق، تفضل يا شاهد من السعودية. وعليكم السلام. تفضلي. وعليكم السلام. طيب تفضل يا شاهد. شيخ عادي ممكن أقرأ من سورة العاديات؟ طيب ما في مشكلة، بس سكر التلفزيون. شام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ ربهم بهم إخفاء شفق ربهم بهم يومئذ لخبير. جزاك الله خير يا شاهد، لكن في المرة القادمة إن شاء الله يا شاهد تلتزمين بالمقرر سورة الزمر إن شاء الله. طيب بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب ننتقل الآن مشاركات عبر الواتساب، عندنا أحمد شهير من مصر، نستمع لأحمد شهير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. طيب إلى هنا أحمد شهير جزاك الله خير ونفع الله بك، لكن انتبه يعني بالنسبة لوقفك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وتبدأ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فمقول قول لا تفصل عن قائله، فتبدأ أن تقول نفس يا حسرة تبدأ من هنا، وإذا وقفت تعيد وتبدأ من أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طيب عندنا جلال إبراهيم من مصر. وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. جزاك الله خير شيخ جلال، نفع الله بك. ننتقل لعبد الرحمن يوسف، طبعا حتى لو يقرأ آية فقط. عبد الرحمن. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب عمر شحاتة يقرأ الآية التي بعدها، وأنيبوا إلى ربكم من مصر. أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. جزاكم الله خير. طيب استمعوا معي أو نستمع المقرر الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، سورة الزمر من الآية 62 إلى الآية 70. تابعوا معي جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إلى الآية 70 من سورة الزمر. نستقبل تلاواتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يوم السبت. من الميسر في التلاوة سورة الزمر من الآية 62 إلى الآية 70. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمنين.